بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات القناة ديالنا سولو اس بي تي. مرحبا بكم في يعني السلسلة ديال صيرورة النمو والاكتساب عند الطفل. درنا أربعة الحلقات وهذه هي الحلقة الخامسة. الحلقة الأولى تكلمنا فيها على تعريف النمو، الحلقة الثانية تكلمنا فيها على قوانين النمو بستة وشرحناهم، الحلقة الثالثة تكلمنا على العوامل التي تتحكم في النمو، والحلقة الرابعة تكلمنا على أسس ومراحل النمو. في هذه الحلقة إن شاء الله غادي نتكلموا على مراحل النمو في علم النفس النمائي. مراحل النمو في علم النفس النمائي. إذن هذا علم النفس النمائي عنده واحد، يعني إلا بغينا نقوله علم النفس النمو عنده واحد المجموعة من الرواد، وهذا الرواد كل يرى الأسس المناسب لتقسيم مراحل السنية، ولكن إجمالا فهم يشتركون في التقسيم اللي كنشوفوه على الشكل الآتي. إذن كاين المرحلة الأولى واللي هي تد من المرحلة الرضاعة حتى 13 سنة عند الإناث و 14 سنة عند الذكور. هذه كلها كتسمى مرحلة الطفولة. هذه أرقام يجب يعني الاقتناع بها من اللي كيكون كيرضع حتى 14 عام الا كان دري، وحتى 13 عام الا كانت بنت. هذه كتسمى مرحله الطفوله. كتجي من موراها مرحله المراهقه، وهذه المرحله المراهقه كتبدا من السنه الرابعه عشر، يعني من 14 عام الى نهايه السنه السابعه عشر عند الاناث. علاش؟ لانهم كيوصلوا كيساليو مرحله الطفوله في 13، ومن 15 حتى 17 عند الذكور. علاش؟ لانهم كيساليو مرحله الطفوله حتى 14 سنه عند يعني الذكور. ثم بعد مرحله المراهقه كتجي مرحله الرشد من 21 الى العام 40، يعني من 20 حتى 40. هذيك تسمى مرحله الرشد، يعني بنادم كيكون تينضج فيها وكيولي راشد عاقل الى اخره. مرحلة وسط العمر وهي من 40 إلى 60، ومرحلة الشيخوخة هي من 60 إلى آخر العمر. وبالتالي هنا هذو المراحل التي يتفق إجمالا عليها، أو يعني التقسيم اللي كيتفقوا عليه تقريبا معظم علماء علم النفس ديال النمو. فالسؤال هنا هو كيف ينبغي التعامل مع مفهوم المراحل وتوظيفه بكيفيه يعني ايجابيه. اذا هنا التعامل مع هذه المراحل ديال الطفوله، المراهقه، يعني الرشد الى اخره، فكيخصنا نتعاملوا معاه بواحد الطريقه ونوظفوه بشكل ايجابي. علاش؟ لان اولا علاش دابا علاش كنقول لكم هذا الشيء؟ لان نشوف هنا غنمشيو فاش غادي ندخلوا فاش غادي نشوفوا الفيديوهات ديال بياجي وديال اريكسون وديال، غنلقاه كاين اللي داير غير اربعه المراحل، كاين اللي داير خمسه المراحل، كاين اللي داير الى اخره. وبالتالي هنا راه ما خصكش تبقى تقول وعلاش قلتي لينا في علم النفس كاينين سته المراحل وها بياجي او خمسه المراحل، وهنا كاينين اربعه وهنا كاينين ثلاثه وهنا. دونك هنا راه خصك هذا الشيء باش نجاوبوا على هذا السؤال، هو ان هذه المراحل شنو المشكل؟ هي انها مراحل متصله ومترابطة ومتداخلة من حيث الخصائص والصفات، بحيث تتابعها أو تتابعها يشبه تتابع فصول السنة. مفهوم؟ بحال فصل خريف، صيف، شتاء إلى آخره، والفصل بينها يبقى فصلا غير منهجي وفقط. مفهوم؟ بالتالي هنا ما خصكش الطرح ديال هذيك الفكرة ديال أنه علاش هنا كاينين غير ثلاثة المراحل وهنا كاينين أربعة وهنا كاينين خمسة إلى آخره. علاش؟ لأن هاد المراحل متداخلة فيما بينها، ولأن كما قلنا كل واحد البنية الدينية يعني ما كايناش نفس سرعة النمو عند جميع الأفراد كيف ما كاين في القوانين، كيف ما ذكرنا في قوانين النمو. وبالتالي هنايا المراحل راهي مترابطة ومتداخلة. التقسيم كيف ما قلت لكم، التقسيم يختلف من عالم لاخر حسب طبيعه المقاربه، وهذه المقاربه هي اللي كنا تكلمنا عليها وقلنا الاسس. واش كيقسم العالم على الاساس الغدي ولا الاجتماعي ولا التربوي؟ كل واحد وكيدير العدد المراحل اللي كيبان ليه مناسب من عالم لاخر حسب طبيعه المقاربه التي ينطلق منها كل عالم. هذه المقاربه كيف ما قلت لكم هي النوعي او الاساس اللي كيعتمد عليه. وجود مراحل لا يعني فترات متقطعة،
يعني دونك فترات متقطعه. هذه الفكره هي اللي قلناها في الاول، قلنا بان هذه المراحل هي متداخله فيما بينها ومتقاطعه فيما بينها ومترابطه فيما بينها ومتصله فيما بينها. دونك هنا وجود مراحل ما تعنيش ان هذه المراحل متقطعه ومفصله عن بعضها البعض، مفهوم؟ يعني هو في مرحله يعني مثلا نقدروا نقول الطفل في اخر مرحله الرشد، ولكن كيدوب يعني مازال ما وصلش الدري مازال ما وصلش 14 عام وكيدير التصرفات ديال المراهقين. اذا هو مازال عدديا ولا حسابيا مازال في مرحله الطفوله، ولكن في الواقع هو دخل في مرحلة المراهقة. وبالتالي هنا نفس الشيء في العلاقة ما بين المراهق والراشد إلى آخره، يعني ما كاينش قطيعة ما بين هاد الآخر هاد المراحل. كذلك استخدام مفهوم المراحل هو استخدام منهجي ووظيفي، غير باش نقولوا هذه مرحلة كذا هذه مرحلة كذا شنو كتميز بها إله، والمقصود به مجموعة من المظاهر السلوك التي تميز سنا معينا. دونك هنا كل مرحلة وكتكون عندها واحد السلوكات اللي كتميزها. أخيرا هنا وجود مراحل لا يعني وجود محطات ثابتة. دونك هذه ماشي نفس الحاجة غنلقاوها عند الوليدات كلشي اللي هما في نفس السن، لا. دونك هادشي كيختلف، ولكن الأغلبية كيكون عندهم نفسي يمر بها كل الأطفال في وقت معين، فوالا كيف ما قلنا. بل لابد من اعتبار الفروق الفردية. دونك هنا كاين هذيك كيف ما نقولوا الفوارق الاجتماعية والفوارق الطبقية إلى آخره التي تميز الأطفال في تطورهم نحو النضج. دونك حد لهنا كيسالي هذا الفيديو، واللي حاولنا نبينوا فيه فقط بأن إجمالا هادو هما المراحل خمسة، ولكن فاش غادي ندخلوا عند العلماء غادي نلقاو كاين اللي داير 4 كاين اللي داير 5 كاين كل واحد وشنو داير، على حساب شنو؟ على حساب اولا المراحل قلنا متداخله فيما بينها ومتصله فيما بينها ومترابطه في بينها. وهاد المراحل التسميه ديال المراحل يعني فاش كنقولوا هذه مرحله كذا هذه مرحله، هذا لا يعني انه هناك بين حسم جازم او لا هناك يعني محطات نحسم فيها انه او لا لحظه معينه نحسم فيها انه انتقل من مرحله الى اخرى، هذا يعني غير ممكن. علاش؟ لان الانسان نتيجه واحد المجموعه من العوامل التي تتدخل فيما بينها لاكساب المتعلم مهارات الى اخره. وبالتالي هنا ف التقسيم ديال المراحل هو تقسيم منهجي ووظيفي ليس الا. دونك حد لهنا كيسالي هذا الفيديو، نلتقي في فيديو اخر. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.